ويعود الموقع المميز للحديقة الجيولوجية أدراج الزمان بما يحمله من دلائل تاريخية حول تشكل الطبيعة المحلية قبل فترة لا تقل عن 93 مليون سنة. تفاصيل أكثر في التقرير التالي. هي قصة تحكي تاريخ الشارقة الجيولوجية. تجلت في مشروع الحديقة الجيولوجية الرائد في مجال السياحة البيئية في البحيص بالمنطقة الوسطى ضمن رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بهدف تعريف الزوار والسكان بالأهمية الجيولوجية لجبل بحيص والمناطق المحيطة به، وإتاحة الفرصة لزوار المنطقة لاستكشاف المعروضات في القاعات الداخلية والتجول في أرجاء الحديقة الخارجية. هذا الموقع يعتبر منتج جديد للسياحة البيئية، هو منتج السياحة الجيولوجية، وبالتالي احنا ندعو الزوار ايضا والناس المهتمين في الجيولوجيا بالقدوم الى بحيص الحديقة الجيولوجية التي تضم مركز تعلم بالإضافة الى غرف تعليمية لطلاب المدارس وممشى جيولوجي عبارة عن 1 كيلومتر تقريبا الى الجبل صعودا ونزولا، وبالتالي الناس راح يشاهدون منظر جدا جميل. الحديقة الجيولوجية تتضمن على قسمين، القاعات التعليمية والممشى الجيولوجي. القاعات التعليمية هي تعرف الزوار بنشأة قصة نشأة إمارة الشارقة، أما الحديقة الخارجية فتحتوي على محطات جيولوجية للتعرف على الأحافير والصخور والتعرف على جبل بحيص عن قرب. وتتميز الحديقة الجيولوجية بتصاميم فريدة في مساراتها، يمكن من خلالها التعرف على كيفية تكون أبرز المعالم الجيولوجية في المنطقة مثل سلسلة جبال الحجر والجبال المنفردة الأخرى والسهول الحصوية وكثبان الرمال. كما وتتضمن الحديقة موقعين أثريين يسهمان في تعزيز المعرفة بتاريخ استيطان البشر لهذه المنطقة، والذي يعود إلى أكثر من 125,000 سنة. اليوم تم افتتاح حديقة بحيص الجيولوجية من قبل صاحب السمو الدكتور سلطان بن محمد القاسمي. تعرفنا هني وزودنا على معلومات راقية جدا وأيضا قديمة جدا، وعندنا الأفيولايت وأيضا عندنا نافذة تتكلم عن الصخور القديمة جدا من الأفيولايت إلى حجر جيري. عندنا هني لو نشاهد أن الأفيولايت عمره 93 مليون سنة، نحن نتكلم عن ملايين السنين. انكشفت عندنا من عوامل التعرية والتجريف والانطواء والارتقاء، انكشفت عندنا هذه الصخور، وهذه انبثقت من قعر المحيط واستقرت على شبه الجزيرة العربية، وبما تلاحظون أيضا بأن لونها منفرد باللون الأخضر وفيها عروق بيضاء رفيعة وهي تدعى بالسربنتينيات. تحدثنا فيها عن تشكل المراوح الفيضية. بالمختصر هذه المراوح الفيضية شكلتها الأودية نتيجة سقوط الأمطار وجريان الأودية، وعند جريان الأودية تشكل لدينا سهل حصوي يمتد ب 45 كيلومتر من الذيد إلى المدام. وتحدثنا أيضا عن علاقة الإنسان والصخور والمياه الجوفية التي شهدها جبل البحيص. ويعود الموقع المميز للحديقة خصوصا وجبل بحيص عموما أدراج الزمان بما يحمله من دلائل تاريخية حول كيفية تشكل الطبيعة المحلية قبل فترة لا تقل عن 93 مليون سنة، وهو موقع غني بالبقايا المتحجرة للعديد من الكائنات البحرية القديمة التي استوطنت بحاراً ضحلة كانت تغمر معظم اليابسة في الإمارات حتى فترة قريبة من المنظور الجيولوجي.